عقدت لجنة الرد على الخطاب السامي بمجلس الشورى اجتماعها الأول عن بعد برئاسة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وذلك لبحث مسودة المشروع الرد على الخطاب السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس. وأكدت اللجنة حرصها على تناول جميع محاور الخطاب السامي، مشيرة إلى أنها ستنظر خلال اجتماعاتها المقبلة في الملاحظات والآراء التي ترد إليها من أعضاء المجلس واقتراحاتهم بشأن الرد على أي من محاور الخطاب السامي.